بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم من بيروت. نحن هنا في مشاركين أنا وأخي الدكتور تقى عبدواني، ممثلين لكلية الخليج سلطنة عمان طبعاً، متشرفين لهذا في مؤتمر العالمي لاتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية. هذا اتحاد طبعاً جديد أنشئ في عام 2017 بقيادة الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وهذا أول مؤتمر يعتبر، ونحن الحمد لله من المشاركين الأوائل في هذا المؤتمر على أساس نكون مع التطورات العالمية. دائماً كلية الخليج تسعى أن تكون مع التطورات العالمية، ونحن هنا في جولة نعتبرها جولة استطلاعية لهذا الجانب الجديد من العلاقات بين المجموعتين الكبيرتين الجامعات الروسية والعربية، ونأمل إن شاء الله للمؤتمر كل النجاح والتوفيق، وأن نحظى بأي استفادة من هذا الجانب لكليتنا العزيزة في مسقط بإذن الله. وشكرا جزيلا.